كيلو من اللحمة، كيلو من البطاطس، كيلو من البصل الأبيض الجوليان، جوليان يا جماعة اللي هو متقطع التقطيعة دي، تمام. معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ثلاث معالق، هي دي شايفين، هي دي تقطيعة الجوليان. معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ثلاث معالق كبار من الصويا صوص، سمنة، معلقتين كبار من السكر البني، ورقة لورا، عودين قرفة، نص معلقة صغيرة من القرفة الباودر، ونص معلقة صغيرة من الحبهان والكباب الصيني، والسبع بهارات والكزبرة والكمون والملح والفلفل وبس. طيب البصل ما تستكتروش كمية البصل، انا عمالة اسخن الطاسة كويس ليه؟ علشان انا مش عايزة اللحمة تنزل ميتها، حاجة مهمة جدا جدا. لو لقيتي ان اللحمة حطيتيها على النار ولقيتي المية نزلت منها، اللحمة مش هتطلع طرية معاكي. نشوف تاني. طيب بسم الله. عايز هاتولي يا جماعه جلافزات بقى بعد اذنكم. طيب انا الاول هنزل بشويه زيت، تمام، ولحمه بقوص. انا بس شلت الحله كده شويه علشان تهدى، كانت سخنه بزياده. طيب اللحمه طالما شفتي ان الميه نزلت منها، اعرفي ان اللحمه بتاعتك مش هتطلع طريه معاكي، ضروري ان هي ما تنزلش الميه بتاعتها. خلاص اللحمه طبعا هي حجمها كبير، نقطعها شويه. ضروري ان اللي استنوا، ايه ده البتاع ده، ما تبقوا تجيبوا مقاسات اصغر شويه كده عشان برضو ايه، استنوا بس نعمل ايه بقى. هجيب اللحمه كده بتاعتي وهبدا كده بسم الله ان انا اقطعها قطع يعني اصغر من القطعه، طبعا دي كبيره مش متقطعه يعني. اهو جماعه واحنا بنتعامل مع اي تقطيعات ارجوكوا ايدينا صوابعنا تبقى متنيه كده، لو انا كده ومش واخده بالي ممكن ان انا اتعور. اقطع سوري اقطع اللحمه كده واتني صوابعي وابدا ان انا اقطع عادي، تمام. ممكن نصغرها شويه. طيب هنزل بسم الله باللحمه كده اهو، طيب انا علشان انا عايزه اللحمه تاخد لون كده بسرعه، تتكرمل معايا بسرعه، مستخدمين ايه بقى؟ صويا صوص ومعلقتين من السكر البني. هل هتسكر اللحمه؟ لا مش هتسكرها خالص. بالشكل ده. وانزل باللحمه. والطريقه اللي احنا هنعمل بيها اللحمه النهارده، ضروري ان احنا نسيب اللحمه لغايه ما تاخد لون غامق براحتها خالص، مش عايزه استعجل عليها. عايزه اوريكم حاجه، بصوا يا جماعه واخدين بالكم لما انا خلصت تقطيع اللحمه، اولا انا واخده بالي ان انا مستخدمه ايدي الشمال، انا ايد الايد دي انا ما حطيتهاش خالص في اللحمه، فانا بتعامل بيها عادي. الايد الشمال اول ما سبتي خلاص اللحمه تشيل الجلافز وترميه، مش معنى ان احنا لابسين جلافز ان احنا بقى خلاص بقى نعيش بيه بقى طول اليوم، مفيش الكلام ده خالص. عشان كده انا ساعات بشوف ان التعامل بالايد افضل من الجلافز. ليه بقى؟ ان انت هتضطري كل شويه ان انت تغسلي ايديكي، تمام. اهو نشيل بقى الكلام ده. انا حطيت صويا صوص وسكر بني. ليه بقى؟ بصوا بصوا شايفين اللحمه لونها كده بدا ان هو يغمق معايا كده. طيب عندك حلين، انا دلوقتي مستخدمه كميه بصل مش قليله، كيلو قدام كيلو لحمه. اه عادي على فكره البصل الكيلو ده، في بنات كده لسه اللي هم مبتدئين كيلو ده كتير او لا، هو مش كتير ولا حاجه. بصوا بقى انت لو في البيت حضرتك هتعملي ايه؟ لما اللحمه تاخد لون هتنزلي بالبصل وتقلبيهم لغايه ما يتكرمل، بس انا محتاجه ان انا اشتغل في الاثنين كده مع بعض عشان الوقت. البصل يتقطع جوليان، جوليان يعني ايه؟ هي دي تقطيعه الجوليان اهي، انا بس يعني ايه بفصله كده بين ايديا اهي، تمام. هنزل كده بالبصل ونفس الحركه بالظبط، هاخد شويه سكر يتكرمل بس كده معايا، شو انا هحط كله بقى وباقي الصويا صوص اهو
انا بقى محتاجه ان انا اسيب الكلام ده كده شويه على النار. تمام. محتاجه بقى ايه تاني؟ بصوا شكل اللحمه عامل ازاي. شايفين شويه الصويا صوص والسكر اللي احنا حطيناهم اهو، لونها خطير خطير اهو. انا مش سامعه في حد. طيب شوية النكهات والبهارات اللي انا مستخدماها ارجوكوا علشان تاكلوا الصينية دي يبقى طعمها حلو، ارجوكوا بلاش نستغنى عن حاجة. يعني انا مستخدمة توم مفروم، على فكرة ممكن نستخدم فصوص توم لو انت جبتي السكينة وضغطتي كده ضغط على التوم هو هو بالظبط لو نزلتي بيه. ليه بقى؟ لان هو هينزل العصارة بتاعته وهيقعد شوية على النار، فهو هو هيبقى نفس مفعول التوم المفروم ده. طيب انا دلوقتي هنزل بالتوم، حطيت البصل لما لقيت كده ان البصل بدأ لونه كده. بصوا يا جماعة حركة السكر البني مع الصويا صوص دي على طول بتسرع معاكم اللون. شايفين؟ يا خبر ابيض، حطيتش اي حاجة تاني على فكرة، انا بس حطيت البصل مع اللحمة. كل البصل ده هيدبل معاكي وهيطرى والكميه بتاعته بتقل. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هنزل بالكباب الصيني والكمون وشويه حبهان بودره وبهارات مشكله وكزبره شويه قرفه مش كتير. بصوا ده كده بالنسبه لي كتير، لا انا يعني نصهم اهو. ليه بقى؟ ليه بقى؟ هقول لكم ليه. لان انا الله ريحه رهيبه والله. هحط عودين قرفه وكام كده يعني ورقتين ثلاثه لورا، وعايزه اقول لكم هتاكلوا حته ميكس طعم كده رهيب رهيب. لازم تجربوا الطريقه دي في اللحمه خطيره اهو. اصلا الريحه فظيعه. شويه فلفل اسود، انا بحب في اللحمه كده بكتر الفلفل الاسود شويه. وش نعم شويه ملح مش كتير مش كتير. انا نسيت على فكره، انا عملت غلطه، انا عملت غلطه، انا نسيت وكنت احط كل كميه الملح. الملح بيأخر سوى اللحمه، فانا لحقت نفسي حطيت بس ربع معلقه صغيره كده وهكمل الباقي قرب اللحمه ما تدخل في السوى. مش هحط ملح خالص دلوقتي. بصوا بقى اهو، هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض. طيب الفكره بقى في ايه بقى؟ شوية كده زي كباب الحلة. يعني انا هعمل ايه؟ هجيب مية ونحط شوية بشوية. يعني انا هنزل بكوباية مية. انا عايزة اقولك وانا بحط المية كده الريحة طالعة رهيبة. تمام. وهقلب. انت في البيت بقى هتعملي ايه؟ هتجيبي غطا وتغطي وتسيبي بقى اللحمة تشرب كوباية المية اللي احنا حطيناها، وبعد ما تشربها تحط شويه ميه او كمان اقل كمان نص كوبايه ميه. خليها تستوي براحتها، ما تضيفيش ميه غير لما كميه الميه اللي انت حطيتيها تقل. ليه؟ لان انا لو انت دلوقتي جيتي حطيتي ميه وغطيتيها هتلاقي ان لونها افتح معاكي وبقت زي اللحمه المسلوقه. لا احنا عايزين نعملها شويه زي معامله كباب الحله، تستوي واحده واحده، شويه ميه تشربهم انزل بالكميه الثانيه واسيبها تستوي. طبعا على حسب قطعيه اللحمه بتاعتك، والله ممكن اللحمه دي تقعد معايا ساعتين مثلا. ممكن لو استخدمتي قطعيه لحمه حلوه مش هتاخر معاكي، ممكن تجيبي القطعيه اللي احنا بنعملها الكباب الحله براحتك خالص. مش هي دي قصتي النهارده، بتكلم على خطوات السوى لان دي مهمه جدا جدا معايا. طيب انا بقى ايه، هجيب الغطا كده واغطي عليها، مش هضيف البطاطس طبعا دلوقتي. فين الغطا يا جماعه؟ تعالوا ننزل بمقادير الرز المتكرمل، يلا بينا. عندي 4 كوبايات من الرز المصري الغطا اهو، وبصله كبيره مفرومه، معلقتين كبار من السمنه، 4 معالق صغيرين من السكر، عسل اسود، 4 كوبايات من الشوربه، زبيب، لوز، قرفه، اعواد قرفه وقرفه باودر، وملح وفلفل اسود. بس كده ممكن كده تستغربوا كده حته البصل شويه، بس استنوا كده بس للاخر يطلع معاكم حلو قوي. طيب نجيب بقى كده حاجه. انا هعمل ايه؟ هاخد كده السمن بتاعي والبصل المفروم وهنزل كده بشويه سمن اهو. انا عايزه احط باقي السمن ده على اللحمه، صدقوا هنعمل كده اهو.
انا سايبه اللحمه تستوي براحتها خالص. يلا هعمل ايه بقى؟ تاخد البصله وهنزل بيها. طيب البصلة مش هنسيبها لغاية ما لونها يغمق قوي كده زي الرز السمك، لا خالص، انا هخليها اكتر من الدبلان شوية، يعني هستنى لغاية ما تدبل معايا وتاخد لون غامق شوية. خلاص هقلبها كده شوية اهو، ومعاها ايه؟ شوية سكر، سكر ابيض او سكر بني مش هتفرق خالص. انا حطيت السكر مع البصلايه تدبل كده شويه. ممكن كده نبص بص على اللحمه، محتاجه ان انا ابص عليها قوي بصراحه عشان لازم ريحتي ريحه حلوه قوي قوي اهو، شكلها حلو. بص شايفين الميه بدات ان هي تقل شويه. طيب عايزه اقول على معلومه بخصوص اللحمه، كل ما نعلي النار على اللحمه ايه اللي هيحصل؟ خصوصا في السلقه على فكره، لما بنعلي النار فالميه بتقعد تغلي تغلي، فايه اللي بيحصل؟ ميه بتقل، فبنضطر ان احنا نزود ميه، بتقل بنزود ميه. انت كده بتعملي ايه؟ بننزل كل الفوائد اللي فيها، البروتين اللي فيها كل ده بينزل، فبنضطر ان احنا نخففها بميه. حتى كمان تلاقي الشوربه بتاعتها ايه؟ خفيفه، شوربه صايصه كده، لونها كده مش صافي. فالحاجات دي ناخد بالنا منها قوي واحنا بنسوي اللحمه، وان شاء الله زي ما قلت لكم الاسبوع اللي جاي هنتكلم كلامنا كله على اللحمه الاسبوع اللي جاي. بس قلنا نبدا كده ايه بالخفيف النهارده. بسم الله، انزل بشويه ميه اهو، بس كفايه. عايزه اقول لكم على حاجه، انا هنا كمان علشان الوقت بكتر شويه الميه، كل ما تقل كميه الميه في اللحمه صدقيني هتطلع معاكي السوى بتاعها رهيب اهو. ناخد بالنا من حاجه تاني، البصل، البصل اصلا فيه ميه، البصل بينزل الميه بتاعته، هنقفل عليها بقى تمام. فانا مش بكتر برضو كميه الميه بزياده اهو. الشكل ده اهو، طيب الرز، الرز برضو من الحاجات اللي عليها كلام كتير قوي. انتوا بتسالوني الرز بيتغسل ولا لا؟ انا عارفه ان في ناس هتعترض معايا على النقطه دي، بس انا دايما مع اللي مكتوب على العبوه. جماعه في انواع رز ما بتتغسلش على فكره، رز دلوقتي غير رز زمان، في رز كده انواع الحديثه دي هي خلاص بتبقى مغسوله ومصفاه، وحتى بيبقى كاتب لك ورا مصفى ومنقى ومغسول. الفكره في ان هو بتقولوا لي بيعجن معاكم عشان انتوا بتغسلوه. في انواع رز ما ينفعش ان هي تتغسل، والله بتبقى نظيفه جدا وما فيهاش اي حاجه خالص. فعلى حسب نوع الرز، زي الرز البسمتي، الرز البسمتي في انواع بتتنقع وفي انواع مش بتتنقع تمام. انا هنا بقلب كده البصله شويه بقى، لما البصلايه كده بدات ان هي تاخد لون نزلت بالايه بقى؟ بالرز، وهنزل بشويه قرفه، حاجه بسيطه قوي. ليه بقى؟ علشان انا حاطه عود قرفه، والقرفه برضو مش عايزاها تضغي قوي على الطعم. خلاص احط كده بقى الكميه دي تمام، وهقلب. وهعمل ايه بقى؟ عندي حوالي معلقتين كبار من العسل الاسود، او لكل كوبايه رز معلقه صغيره، يعني حوالي 4 معالق صغيرين كده من العسل الاسود. مش عارفه انا حاسه يعني، اشوف كده هنزل بالكميه كلها. ادي مثلا معلقه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، بس كده، بس خلاص. زود كده معلقه ثانيه من العسل الاسود، هنزل بشوربه. هحتاج طبعا ميه ثاني، هنزل بالميه بقى علشان بقى نسيبه يغلي بقى ويستوي بقى اهو. الميه اكتر من الرز بعقله صباع تمام. هعمل ايه قبل الفاصل؟ شويه قرفايه كده، حاجه بسيطه كده بس، وهسيبه يغلي. وبعد كده ههدي النار، وهعمل ايه بقى؟ بعد ما هدي النار هغطي البطاطس كبيره شويه. فانا ايه بقى؟ بقطعها كده برضو ايه يعني. طيب البطاطس تتحط في الاخر، انا برضو مش هنقطع كل ده بقى عشان نخلص برضو، بس انا يعني بنقي كبير يعني، فاهمين؟ اهو خدتوا بالكم من البلانشة الخضراء؟ اهي استخدمت البطاطس خضار، فنستخدم البلانشة الخضراء بقى. من حلاوة البصل باللحمة، شايفين البصل دبل ازاي؟ من احلى طرق اللحمة اللي انتوا ممكن تجربوها، خطيرة اهو. بصوا انا بس ايه عشان بس اعرف اقلب كده، فحطيت واحدة واحدة
تمام. طبعا اللحمه زي ما قلت لكم حسب قطعيتها، والله مستخدمين قطعيه حلوه مش هتاخد معاكي نص ساعه، تمام. قطعيه عادي هتتعبنا شويه مش مشكله، سيبيها براحتها خالص خالص لغايه ما تستوي معانا، تمام كده. انا اللحمه استوت معايا بنسبه كام مثلا؟ 80%. بعد ال 80% انا هعمل ايه؟ حطيت البطاطس وهاخد ميه، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه ميه كده اهو، وخليها تاخد غلوه. البطاطس متقطعه مش كبير فهي مش هتاخد معايا وقت اصلا، تمام. على فكره عايز اقول على حاجه، مش لازم ندخلها الفرن عادي، يعني احنا بس كده عاملين نوع من انواع التغيير، يعني الموضوع بسيط يعني، تمام. طيب هعمل ايه بقى؟ فاكرين اول الحلقه ما حطيتش ملح، حطيت كميه قليله، وقلت لكم ان انا نسيت وكنت هحط كل كميه الملح. انا هحط كده ايه شويه ملح وهقلب وادوق اهو بالشكل ده. طيب ادوق كده الصوص بقى بتاعي ده، الصوص ده جامد قوي. عايزه اقول لكم كمان ده مع لو مع شويه رز بسمتي كده يبقى حلو قوي. الله حلو قوي قوي. انا بس عايزه اكتر كميه الميه شويه. لا تمام، حطينا، شيل الغطا بتاع اللحمه والبصل والبطاطس اهي، خلاص اخدت غلوه معايا. هعمل ايه بقى؟ انا هاخد كده الحله دي وانزل بيها في الصينيه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بسم الله. مش يا سلام، تعمل ايه بقى؟ تاخد لها 10 دقايق كده. انا هاخد الصينيه الرهيبه دي هحطها في شويه زيت وهنزل كده باللوز اهو، ياخد لي بس كده ايه تشويحه كده، لون كده غامق شويه. يلا بينا بقى نغرف الرز بتاعنا، بسم الله اهو، فين لونه جميل كده اهو بالشكل ده. يلا بينا، بسم الله بس كده نظبط بقى الشكل. ايه ده عود القرفه راح فين؟ ايه نزل اول واحد؟ اه معلش يا استاذه ياسمين، معلش اهو. طيب اللوز كده بياخد لي كده اهو لون كده وتشويحه بالشكل ده كده. نقفل بقى البوتاجاز. لا رحت فين؟ حاضر. شوية زبيب كده ياسمينة، انتي بتحبي الزبيب فانا ايه بقى عشان هي بس بتحب الزبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، اوبا اهي هي تقيلة بصراحة فانا كده مظبوطة يا جماعة اهو. طيب ممكن ثانية هاخد كده المكسرات كده بتاعتي ويلا بينا كده على الرز اهو.